أنواع التنطع كثيرة جدا أيها الإخوة، وحسبكم أن تعلموا أن الذي يتنطع يعلم أنه متنطع، لأنه لا يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وإنما يريد أن يبرز من نفسه ورعا، يريد أن يبرز من نفسه مدققا، يريد أن يبرز من نفسه إنسانا كما تعرفون. طيب، في العقيدة أناس يعني يدعون أنهم من أرباب الدعوة إلى الله عز وجل، يحاولون أن يدعو الناس إلى الله عز وجل ويدخلوا العقيدة الإسلامية بين جوانحهم. أول ما يقوله لأحدهم: أين الله؟ نعم، أين الله؟ طيب، وينبغي أن يكون جوابه بلسانه وبيده هكذا في السماء، فإن لم يقل ذلك وإن لم يفعل ذلك فقد كفر ولم يكمل إيمانه وشذ عن العقيدة الإسلامية. يا أخي، هذا من أسد من أسوأ أنواع التنطع التي نهى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. يكون هذا المسكين مؤمن بالله، قلبه فياض بالإيمان بالله عز وجل، ولئن سألته إنه الباري عز وجل له مكان، أعوذ بالله، تنزه الله عن المكان، هل يحده زمان معين؟ أعوذ بالله، لا يشبهه شيء، بيعرف هاي الشغلة بكل فطرة بكل بساطة، تجي بتسجه بشغلات ما له فيها، بتحيره. طيب، وهذا ما يجعله متهما بالكفر عند هؤلاء الناس. طيب، وإذا كان هذا الإنسان عنده شيء من الثقافة الإسلامية ومعرفة بدين الله، ممكن أن يجيبه كما أجابه الله، بيقول له: أين الله؟ بيقول له: أقول كما قال الله عز وجل: والله في السماء إله وفي الأرض إله، وأقول كما قال: أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأقول كما قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقول كل ما هذا الذي قاله الله. لا، بدك تقول أن الله في السماء، والآيات الثانية ما تجيب سيرتها. هذا أسوأ من أنواع التنطع. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطع. نحن عم ناخذ كلام النبي، لأن النبي سأل الجارية: أين الله؟ فأشارت. هنالك شيء اسمه واقعة حال. واقعة حال في الشريعة الإسلامية من أهم الأمور التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم فضلا عن داع إلى الله عز وجل. إنسان لم تكن تنطق ويريد أن يعتقها صاحبها، طيب يا ترى مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستوضح مدى إيمانها، قالت: أين الله؟ ممكن يكون تشير لشي صنم، فأشارت إلى السماء. طلع معناتها أنها تؤمن بالله ولا تؤمن بالأصنام، خلاص قالوا أعتقها، هي مؤمنة. هذه واقعة حال. كل إنسان لازم يعمل مثل الجارية المسكينة اللي ما بتتكلم، بده يعمل مثل حكايتها. إيه نعم، الباري عز وجل ذكر عن نفسه كلمات كثيرة، قال: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، قال: وهو معكم أينما كنتم. إذا بدك تأول، بدك تأول الكل أو ما بتأول شيء. ونحن نقول كما قال السلف، كما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، نقول كما قال بدون كيف وبدون أن نجعل من المكان حيزا لربنا سبحانه وتعالى، أو أن نجعل من الزمان حيزا لربنا سبحانه وتعالى. نعم، نقول هذا وهذا وذاك. إن قلت هو في السماء فلا ضير، لأنه قال عن ذاته: أأمنتم في السماء. إن قلت هو معنا أينما كنا لا ضير، لكن التعميم لا مانع، لأن تعميم الأجزاء بذكرها على النص لا. يعني مثلا من الأماكن المرحاض الحمام، نقول الباري في الحمام، لا نقول هذا أدبا مع الله سبحانه وتعالى، لكن عند الكلام العام نقول كما قال الله: وهو معكم أينما كنتم. فإن التقطت آية من هذه الآيات لأنها أعجبتك ووافقت مزاجك وطويت الآيات الأخرى عن الذاكرة، فأنت إذن متنطع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلك
المتنطعون. كذلك الإشارة بالإصبع، الإشارة بالإصبع تنطع، تنطع الجارية لها سبب من أجل ذلك أشارت. أما أن نلزم كل بنو على أمريكا من قررهم، وأين الله؟ شير لشوف شلون جان ثبت العلو بدي أعمل هيك. وقد قلت لكم أن أحد الطلاب في أمريكا أو في أوروبا لا أذكر قال لي هذا السائق، طيب أنت بدك كان يقول فوق علو هنا، طيب هذا هذه الجهة التي هي العلو هنا هو نفسه جهة السفل في البلد المقابل لهذه البلدة التي أنا فيها. معناتها أنت نسبت الباري عز وجل إلى السفل في الوقت الذي نسبته إلى العلو، نسبته إلى السفل في مكان وإلى العلو في مكان آخر. ليش هالتنطع؟ قل الله يتصف بالعلو كما قال، لا تشير، لا تحدد العلوين. إن حددت العلو فقد جعلت للباري حيزا. نعم، هذه أمثلة أذكرها لمعنى التنطع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.